إذن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة لدروس الدورة الثانية، فبعد أن انهينا درسي التعداد والنهايات نمر إلى درس جديد اللي هو درس الاشتقاق. دائما بالنسبة للمستوى السنة الأولى بكالوريا أداب وعلوم إنسانية، من خلال هذا الدرس سنتطرق لمجموعة من العناوين. سنبتدئ أولا بمفهوم الاشتقاق، ما هو الاشتقاق بطبيعة الحال. سنعرف الاشتقاق من خلال بعض الأمثلة. ثانيا العدد المشتق لدالة في نقطة. ثالثا التأويل الهندسي للعدد المشتق، معادلة المماس لمنحنى الدالة. رابعا الدالة المشتقة. خامسا عمليات أو العمليات على الدوال المشتقة. سادسا مطاريف دالة قابلة للشقاق على مجال. على أن ننهي الدرس إن شاء الله بحوله بتمرين توليفي يجمع كل المحاور التي سبق التطرق لها خلال الدرس. بداية نبدأ بمفهوم الاشتقاق. فما هو الاشتقاق؟ فالكثير منا طرح هذا التساؤل من خلال سماعه لأول مرة بالعنوان من الاشتقاق. ما هو هذا الاشتقاق؟ إذا سنحاول أن نتطرق لهذا المفهوم الجديد بالنسبة لنا في هذا المستوى من خلال واحد يعني مثال توضيحي مأخوذ من طبيعة الحال من حياتنا اليومية. إذا مثلا نأخذ سيارة، السيارة تنطلق من مدينة بوجدور نحو مدينة العيون. فهذه السيارة انطلقت من بوجدور يعني في اللحظة كما تروا صفر ساعة، ويعني المسافة في هذه الحالة فهي صفر كيلومتر بطبيعة الحال، لأن السيارة في سكون لم تنطلق بعد. وخلال انطلاقها فهي قطعت المسافة تساوي 200 كيلومتر، وصلت العيون في بعد مرور ساعتين من الزمن. كما تلاحظون تلك تساوي ساعتين وأيضا ساعتين من الزمن، ودي لي المسافة فهي 200 كيلومتر. إذن فالسيارة كما تلاحظون فهي وصلت إلى مدينة العيون في اللحظة تلك تساوي 2 ساعة، قاطعة واحد المسافة. لي المسافة دي كنعبروا على المسافة فهي متغيرة بدلالة الزمن. فخلال ساعتان من الزمن قطعت مسافة 200 كيلومتر، ونقول دي تي يعني دي تي فهي المسافة متغيرة بدلالة الزمن. إذن المطلوب منا هو في بداية هو نحسبوا السرعة المتوسطة للسيارة بين المدينتين، يعني كم ما هي السرعة التي عبرت بها هذا المسار انطلاقا من بوجدور نحو العيون. إذا السرعة فكما سبق التطرق لها في مستويات سابقة أو أيضا في الدورة الأولى بالنسبة لدرس الحساب العددي، فما هي إلا خارج المسافة المدة الزمنية يعني دي على دي، بحيث المسافة المقطوعة دي هي 200 كيلومتر على المدة الزمنية اللي هي 2 ساعة، وبالتالي فالسرعة فهي 100 كيلومتر في الساعة. من هنا يتبادر إلى ذهننا مجموعة من التساؤلات. هل السرعة المتوسطة للسيارة أو هل السيارة قطعت المسافة برمتها بنفس السرعة مثلا في كل نقطة من نقاط هذا المسار؟ هل هي كانت بالفعل تتحرك بسرعة 100 كيلومتر في الساعة؟ مع العلم أننا بين المدينتين نعلم أن هناك مجموعة من سواء المدن أخرى كالمرسى مثلا كالمسيد أو ما نسميه مثلا البراجات، مثلا بالنسبة لبراج الجندار أو للبراج ديال البوليس، فهل ممكن أن تمر بهذه السرعة؟ من طبيعة الحال لا يمكن أن تمرنا بهذه السرعة هذه ديال 100 كيلومتر في الساعة. مثلا خدينا غير المثال مثلا في هذه الحالة ديال الأكت الغازي، كنلاحظ أنها فاش غتوصل مثلا البراج ديال الأكت الغازي كما كنعرفوا أنه براج ديال الدرك الملكي يعني ديال الجندار، فإنها لن تتمكن بالمرور بهذه السرعة. فمطلوب منها أولا التخفيف ثم التوقف إلى غير ذلك، وبالتالي فهي لم تعد هذاك. والمطلوب منها مثلا حساب السرعة في أكت الغازي بالضبط، نحسبوا في النقطة ديال أكت الغازي يعني هذه النقطة هذه بالضبط اللي عندنا هنا، نحسبوا السرعة ديال السيارة. إذن هو ما يسمى بالسرعة اللحظية، فهذه اللحظة بالضبط لحظة وصولها إلى أكت الغازي.
فهي بطبيعة الحال عملية سهلة جدا، عملية سهلة جدا، يعني نحسب ما يسمى بالسرعة اللحظية، وذلك عبر أخذنا لواحد النقطة قريبة جدا من أكت الغازية، نقطة قريبة على مسافة قريبة ولا مسافة صغيرة جدا من أكت الغازية، اللي هي النقطة مثلا غير نسموها النقطة M، بحيث تصل السيارة إلى أكت الغازي في اللحظة تي على أن تصل إلى النقطة الآن في اللحظة ت زائد اش، يعني بحيث المدة الزمنية المقطوعة هي مدة صغيرة جدا. إذا فالمسافة أو المدة الزمنية ما بين النقطتين، يعني ما بين أكت الغازي وما بين النقطة إم اللي خديناها مباشرة مورا أكت الغازي، فهي تقدر بأش، يعني مدة زمنية صغيرة جدا. وبالتالي فكيف سيتم يعني حساب هذه السرعة اللحظية؟ إذا كمعطيات عندنا، تصل السيارة لأكت الغازي في اللحظة تي قاطعة المسافة دي تي، كما يعني أسلفت الذكر سابقا، قلت على أن المسافة فهي متغيرة بدلالة الزمن. تصل السيارة للنقطة ام في اللحظة تي زائد اش قاطعة المسافة دي تي زائد اش، يعني كما سبق ايضا ذكره دائما، فالمسافه فهي متعلقه بالزمن او لا متغيره بدلاله الزمن. اذا المطلوب منا هو تحديد السرعه اللحظيه في اكت الغازي. فكيف ذلك؟ فكيف سنحدد السرعه؟ نحن نعلم ان السرعه، ما هو التعبير ديال السرعه حسب ما تطرقنا لها سابقا، يعني هو المسافه بين النقطتين. مثلا لا اعتبرنا ان اكت الغازي هي ا ونعتبر ان النقطه ام، اذا المسافه الفاصله بينهما هو ام على المده الزمنيه اللي هي اش. وبالتالي هنا السرعه اللحظيه نرمز لها في اي، يعني السرعه اللحظيه، فهي تساوي ام على اش. هنا كنلاحظوا اننا درجنا مفهوم النهايات، مفهوم النهايه. لماذا؟ لاننا عندنا اش هي متناهيه في الصغر، يعني صغيره جدا، وبالتالي بما انها صغيره جدا فاننا يعني ضروري اننا ندرجوا هذا المفهوم ديال النهايه عندما يؤول اش الى الصفر، لان قلنا ان النقطه التي اخترناها من بعد اكت الغازي فهي نقطه قريبه لها، يعني ماشي لا توجد على مسافه اكبر من اكت الغازي، وحتى المده الزمنيه فهي صغيره جدا. اذا وبالتالي هنا وجب يعني ادراج مفهوم النهايه، يعني هي النهايه ديال اش عندما يؤول الى صفر، ديال المسافه ام، اللي هي المسافه ما بين النقطتين، يعني اكت الغازي والنقطه ام، على المده الزمنيه اش، اللي هي قلنا مده زمنيه صغيره جدا. اذا نعبروا على هذه المسافه ام، ما هي المسافه ام؟ هي المسافه المقطوعه في اللحظه، يعني المسافة المقطوعة بالنسبة لنا في النقطة ام، يعني اللي هي عبرنا عليها سابقا قلنا هي دي تي زائد اش ناقص دي تي، اللي هي المسافة المقطوعة عند الوصول السيارة لنقطة اكت الغازي على اش، يعني اش اللي هو قلنا المدة الزمنية الفاصلة بينهم. هذا التعبير الذي تروا امامكم، يعني هذه النهاية ديال اش عندما يؤول الى صفر، ديال دي تي زائد اش ناقص دي تي على اش، اذا هو ماذا يمثل؟ يمثل لنا تغير المسافة بالنسبة لتغير، ولاحظوا جيدا، متناهي. شوفوا هذه كلمة متناهي كما راه أدرجناها بلون آخر، متناهي الصغر للزمن، يعني شنو هو الزمن؟ يعني هو اش، قلنا أنها صغيرة جدا، وبالتالي فهي متناهية بالصغر. إذا هذا التعبير هذا كما قلنا سابقا فهو يمثل تغير المسافة بالنسبة لتغير متناهي الصغر بالزمن، وهذا هو ما يسمى بالاشتقاق. فنقول أننا قمنا بماذا هنا في هذه الحالة؟ قمنا باشتقاق للمسافة بدلالة يعني واحد المقدار آخر، اللي هو الزمن، اللي هو مقدار متناهي في الصغر، يعني هذا هو ما يسمى بالاشتقاق. وبالتالي فممكن من خلال هذا النشاط ككل، أو من خلال هذا المثال، ممكن أننا نستنتج على أن يعني كتعريف للاشتقاق هو ماذا؟ فهو دراسة تغير مقدار، يعني واحد المقدار معين بالنسبة لتغير متناهي الصغر لمقدار آخر. كما ورد في المثال اللي عندنا هنا، فإننا قمنا بدراسة المسافة اللي هي المقدار الأول، اللي هو المسافة، قمنا بدراسته بدلالة تغير آخر، عفوا بدراسته بالنسبة لواحد المقدار آخر اللي هو متناهي الصغر، اللي هو الزمن في هذه الحالة، ونقول أننا قمنا باشتقاق المسافة. يعني هذا بالنسبة لنا بصفة عامة. إذن هذا هو التعريف ديال الاشتقاق، وتذكروا معي جيدا هذا التعبير،
خصوصا هذا التعبير هذا، تذكروا معي جيدا خص هذا التعبير. إذن مرحلة ثانية إن شاء الله سنمر إلى العدد المشتق لدالة في نقطة، وهو المحور الثاني بالنسبة لنا في هذا الدرس، وسنبتدي إن شاء الله بتعريف ما هو هذا العدد المشتق. ركزوا معي جيدا بالنسبة للتعريف. إذا لدينا لتكون F دالة عددية معرفة على مجال E، يعني معرفة على واحد المجال، واحد المجال نرمز له بE، وA عنصر ينتمي إلى E. ركزوا جيدا معي، A عنصر من E، يعني A ينتمي إلى المجال E، فهي معرفة على ذلك المجال، وA ضمن ذلك المجال، أو لا ينتمي إلى، عفوا، A ينتمي إلى ذلك المجال. نقول إن الدالة F قابلة للاشتقاق في النقطة A، يعني هذا هو قابلية الاشتقاق في نقطة معينة، يعني نقول إن الدالة F قابلة للاشتقاق في نقطة A إذا وجد عدد حقيقي L، إذا وجد واحد العدد حقيقي L، بحيث ماذا يحقق لنا هذا L هذا؟ بحيث ماذا؟ كنحسبوا النهاية ديال X عندما يؤول إلى A، ديال التعبير اللي عندنا في هذه الحالة، يعني هو F لـ X ناقص F لـ A، يعني الصورة ديال العدد A بالدالة F على X ناقص A، ونجدها كتساوي لي واحد العدد L اللي هو كما قلنا سابقا هو عدد حقيقي. يعني لا حسبنا هذا التعبير هذا، لا حسبنا هذا التعبير هذا ولقيناه كيساوي لي واحد العدد حقيقي L، إذا نقول أن الدالة قابلة، يعني الدالة F لأن في هذه الحالة فهي قابلة للشقاق في هذه النقطة A اللي كتنتمي لذاك المجال اللي معرفة فيه. إذن العدد L يسمى، إذن ماذا يسمى العدد L في هذه الحالة؟ فهو يسمى العدد المشتق للدالة F، إذن يسمى العدد المشتق للدالة F في A، إذن هذا العدد L هو يسمى العدد المشتق للدالة F في A، ونرمز له، هو الرمز ديالو، ونرمز له ب F بريم دو A، يعني هذا F بريم دو A ما هو إلا العدد المشتق للدالة F في النقطة A اللي هو هاد L هذا اللي وصلنا لها. إذن وللتوضيح أكثر سنتطرق إلى مثال أول بالنسبة لهذه الفقرة هذه. إذن بالنسبة للمثال فهو مطلوب منا دراسة قابلية اشتقاق الدالة F معرفة على R، يعني عندي واحد الدالة F لي هذه حدودية بطبيعة الحال، وقلنا أن جميع الحدوديات فهي تتكون معرفة على R، معرفة على R بما يلي: F لي X تساوي X أس 2 في النقطة A تساوي 2. إذن بالنسبة لي R فهي ماذا؟ إذن هي من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، و2 ها هو يحقق لنا أول حاجة اللي قلنا أن A خاصو يكون ينتمي إلى المجال E اللي هو اللي كتكون معرفة في الدالة. إذن الدالة فهي معرفة على R، و2 ينتمي إلى المجال، ينتمي إلى R، وبالتالي إذن ندرس هنا، ندرس قابلية الشقاق الدالة في هذه النقطة. إذن لدراسة قابلية الشقاق في هذه الدالة بطبيعة الحال فإننا سنطبق، فقط نطبق هذه الخاصية أو هذا التعريف عفوا اللي شنا بداية، نطبقوا هذا التعريف، وبالتالي باش تكون قابلة للشقاق خاصو قلنا يخرج لنا واحد العدد حقيقي L اللي كنرمزو له بF بريم دو A. إذن نلاحظ أننا يعني النهاية قلنا في 2، النهاية ديال X عندما يؤول إلى 2 ديال F لـ X ناقص F لـ 2 على X ناقص 2، على x ناقص 2، بحيث هنا نحسب الصورة ديال العدد 2 بالدالة. إذن تساوي ماذا؟ عوضنا f لي x، هي عوضناها f لي x ما هي إلا x أس 2 ناقص ديال القاعدة عندي هنا f لي 2 اللي حسبنا f لي 2 هو ماذا؟ هو 2 أس 2 على x ناقص 2 طبعا. إذن تتمة بقية الحساب هي النهاية ديال x عندما يؤول إلى 2 لـ x أس 2 ناقص، يعني 2 أس 2 فهي تساوي 4 على x ناقص 2. من بعد نعوض كما سبق تطرق له في درس النهايات، نعوض بهذا العدد اللي تعطانا هنا نحسبوا النهاية ديالو، يعني تعطيني 2 أس 2 ناقص 2 أس 2 على 2 ناقص 2، يعني عوضنا x بالعدد 2. إذا عطتني هنا في هذه الحالة فإن إلا جينا نحسبوا هنا غتعطيني ماذا؟ 4 ناقص 4 على 2 ناقص 2 فهي 0 على 0. وبالنسبة للصفر على الصفر في النهايات فقلنا فإنه هو شكل غير محدد. إذن هنا وجب باش نحسبوا هذه النهاية وجب التخلص من الشكل غير المحدد. إذن للتخلص من الشكل غير المحدد إذن نلتجئ لطريقة التعميل، بطبيعة الحال نلتجئ إلى طريقة التعميل، ثم بعد ذلك نختزل العدد ونحسب في آخر المطاف.
اذا بنفس الطريقه ايضا يعني هنا كنلاحظ اننا فاش وصلنا اكس وستنا ناقص 4 على اكس ناقص 2 هذه عباره عن متطابقه هامه يعني فهي تكتب على شكل ماذا تكتب على شكل ا اس 2 ناقص بي اس 2 يعني عندنا اذا ا اس 2 ناقص بي اس 2 اكس اس 2 ناقص 2 اس 2 فهي تساوي ماذا كما نعرف اذا فهي تساوي ا زائد بي في ا ناقص بي اي اننا تساوي اكس زائد 2 في اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 يعني النهايه عندما يؤول اكس الى 2 من بعد سنختزل باكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 وتبقى لنا فقط النهايه ديال اكس عندما يؤول 2 الى اكس يعني عندما يؤول اكس عفوا الى 2 ديال اكس زائد 2 من بعد نعوض ونجد انها تساوي 4 وبالتالي العدد المشتق للداله اف في النقطه ا في النقطه ا اللي كتساوي لي 2 في هذه الحاله هو ماذا يساوي لي 4 اذا هنا في هذه الحاله قلنا على ان ومنه 4 هو العدد المشتق للداله اف في العدد 2 ونكتب ماذا نكتب اف بريم ل 2 يساوي 4 يعني عندنا اف بريم ل 2 يساوي 4 وبالتالي قلنا ان 4 هو العدد المشتق للداله اف في النقطه ا تساوي 2 ونرمز له كما شفنا بالنسبه للتعريف نرمز له باف بريم. اذا غنشوفوا واحد التطبيق. اذا التطبيق اللي مطلوب منا هو اننا ندرسوا القابليه لاشقاق الداله اف في النقطه ا في الحالات التاليه. اذا عندنا حالتين، الحاله الاولى هي الداله اف لاكس تساوي 2 اكس زائد 1 والعدد اللي مطلوب منا هو ا يساوي 1. اذا الداله اللي عندنا في هذه الحاله فهي حدوديه، اذا مجموعه التعريف ديالها فهي ار و ا لي هو واحد فهو ينتمي الى مجموعه التعريفيه، وبالتالي هنا ممكن اننا نحسبوا قابليه الاشقاق ديال الداله في النقطه ا. بالنسبه للمثال الثاني اف لي اكس يساوي اكس اس 2 زائد اكس و ا يساوي الصفر. اذا حاولوا انكم توقفوا الفيديو يعني الفيديو في هذه اللحظه هذه وحاولوا انكم تستعنوا بورقه وقلم وحاولوا ما امكن انكم تخرجوا قبل الاطلاع على الحل يعني تخرجوا الاسئله قبل الاطلاع على الحل من طبيعه الحال بتطبيق فقط التعريف وما قمنا به في المثال يعني هذا فقط هو اللي غتطبقوا وتشوفوا النتيجه في اخر المطاف يعني سواء كما يعني بتطبيق من طبيعه الحال التعريف وايضا تشوفوا مثلا المثال اللي درنا في هذه الحاله هذه وقف الفيديو حتى من بعد وحاول تكمل باش يعني تستافد من الاخطاء ديالك. اذا بالنسبه للتصحيح غنشوفوا التصحيح. اذا بالنسبه للحاله الاولى اذا لدينا ماذا اذا دائما نحسبوا قلنا النقطه اللي غنحسبوا فيها هي واحد والداله عندنا هي 2 اكس زائد 1 اذا جيد اذا النهايه ديال اكس عندما يؤول الى واحد من طبيعه الحال لان النقطه هي واحد ديال اف لي اكس يعني دائما التعريف ناقص اف لي واحد لان ا ديالي في هذه الحاله كيساوي واحد على اكس ناقص واحد نعوضوا اف لي اكس اذا هي النهايه ديال اكس عندما يؤول الى واحد ديال 2 اكس زائد 1 ها هي اف لي اكس عندي ناقص هاد الناقص هو نحسبوا الصوره ديال واحد بالداله الا حسبنا الصوره ديال واحد بالداله غتعطيني 2 في 1 اللي هي 2 زائد 1 تساوي 3 ها هي على اكس ناقص 1 اذا تساوي ماذا تساوي النهايه ديال اكس عندما يؤول الى واحد ديال 2 اكس ناقص 2 على اكس ناقص 1. لاحظ معي جيدا انني اذا قمت بالتعويض مباشره بواحد غنحصل على 2 في 1 اللي هي 2 ناقص 2 0 واكس ناقص 1 اللي هي عفوا 1 ناقص 1 عفوا اللي هي 0 يعني شكل غير محدد. اذا لذلك ارتأينا اننا نقوم بالتعميل مباشره كنلاحظ ان العامل المشترك بالنسبه للبسط عندي كتعاود لي 2 ما بين الحدين يعني عندي مثلا جوج حدود هنا اذا كتعاود لي 2 ما بيناتهم اذا عملنا بهاد 2 عامل لماذا شنو بقى لي من الحد الاول بقى لي اكس من الحد الثاني بقى لي 1 فيما بعد ساقوم بماذا ساقوم بالاختزال باكس ناقص 1 على ان احصل على ان الليميت ديال النهايه ديال اكس عندما يؤول الى واحد ديال 2 فهي تساوي ماذا فهي تساوي 2 وبالتالي العدد المشتق للداله اف في الحاله الاولى عند النقطه ا تساوي 1 هو 2 ونكتب اف بريم لواحد يساوي 2. بالنسبه للمثال الثاني ديال الداله الثانيه اللي هي اف لي اكس تساوي اكس اس 2 زائد اكس اذا حتى هي داله حدوديه معرفه على ار كامله وخدينا ان العدد اللي نحسبه في قابليه الاشقاق هو ماذا هو الصفر. اذا نحسبوا دائما بنفس القاعده بتطبيق نفس القاعده يعني النهايه ديال اكس عندما يؤول في هذه الحاله ا فهو يساوي الصفر ديال اف لي اكس ناقص اف لي صفر على اكس
ناقص صفر. إذا حسبوا الصورة ديال صفر بالدلالة، حسبنا الصورة ديال صفر بالدلالة، لاحظوا معي جيدا، صفر أس 2 زائد صفر، إذا صفر أس 2 هو صفر زائد صفر، إذا تبقى لي دائما هي الصفر. إذا لا عوضنا غتعطينا إكس أس 2، نعوضوا إف لإكس هي إكس أس 2 زائد إكس ناقص صفر على إكس ناقص صفر. إذا تخلصوا من دوك الأصفار، إذا غتعطيني النهاية ديال إكس عندما يؤول إلى الصفر ديال إكس أس 2 زائد إكس على إكس. لاحظ معي جيدا أننا إذا قمنا بالتعويض مباشرة، صفر أس 2 زائد صفر يعني زائد صفر هي صفر، صفر على صفر شكل غير محدد. إذا لذلك ارتأينا مباشرة إلى أننا نعمل بإكس. كنلاحظ أن في البسط عندي الـ يعني اللي كيتعاود ليا ما بين الحدود اللي غنعمل به هو إكس، يعني اللي عنده أصغر أس، يعني إكس أس واحد. عملنا بإكس انطلاقا من الحد الأول بقات لي إكس، ومن الحد الثاني غتبقى لي بطبيعة الحال واحد. إذا فيما بعد ذلك قمنا بالاختزال بإكس. إذا فتبقى لنا ماذا؟ النهاية ديال إكس عندما يؤول إلى الصفر ديال إكس زائد واحد، فهي تساوي ماذا؟ يعني عوضنا دابا نعوضوا بالصفر مباشرة، ننتقلوا للتعويض، إذا غتعطيني صفر زائد واحد اللي هي واحد، وبالتالي هنا النهاية يعني عفوا، وبالتالي هنا فإن العدد المشتق للدالة إف في النقطة الصفر هو واحد، ونكتب إف بريم صفر اللي كتساوي ليا